قالت نعرضها يا شباب. الاحصائيات النادي الاهلي فيه استحواذ الاستحواذ واضح 63. للاهلي يا دكتور احمد 63% مقابل 37% للاتحاد، وفي 9 تسديدات للنادي الاهلي مقابل 2 للاتحاد، 2 بس على المرمى للنادي الاهلي، 217 تمريره منهم 187 تمريره صح بس للنادي الاهلي، و120 للاتحاد منهم 86 تمريره بس صح للاتحاد. شايف الارقام دي ازاي؟ انا شايف ان اللعب اغلبه في وسط الملعب. حتى لو معانا خريطه التمريرات لو نقدر نعرضها هنلاقي ان 46% من اللعب كله في وسط الملعب في الفرقتين. مشكله النادي الاهلي ان في، انا شايف وجهه نظري، في تدخل في الادوار في الثلاثي اللي في وسط الملعب. كوكا، السوليه، امام عاشور، الثلاثه شبه بعض. مفيش واحد فيهم، يعني انا متفق مع الكباتن في قفشه وبشوف كمان مروان عطيه. انا محتاج واحد زي بصوا حضرتك دي خريطه التمريرات في الشوط الاول او اللعب. 46% من اللعب كله في نص الملعب، 28% ناحيه ملعب الاتحاد يعني عند مرماهم، و 26% ناحيه النادي الاهلي. فانا بشوف ان قفشه دوره مهم جدا جدا، لان في نوع من تدخل الادوار في وسط الملعب واضح قوي، محتاج واحد عقل مفكر يقدر يبني لك الهجمه. الحاجه الثانيه انا مش شايف تقدم للظهرين خالص. اكرم توفيق مش بيتقدم نهائي، يحيى عطيه الله مش بيتقدم، مفيش عرضيات. عشان اقدر احكم النهارده مثلا على كهربا هقيمه في الضغط، لو معانا الضغط العالي مثلا لو نقدر نستعرضها هتلاقي النادي الاهلي بادئ بضغط، كهربا بيحاول ان هو يضغط مع امام قدام، لكن ما جالوش عرضيات، مفيش عرضيات، مفيش تقدم للظاهرين خالص، لا يحيى عطيه الله ولا اكرم توفيق، كمان مفيش تسديدات عشان تفك التكتل الدفاعي. الاتحاد النهارده بيلعب بتكتل دفاعي، وقلنا ان هم فرقه بقى لهم لغايه دلوقتي شوطين ونص اهو من بدايه الدوري ما دخلش فيهم ولا جول، فعاملين تكتل دفاعي كويس وعاملين ضغط في وسط الملعب بشكل كويس، فانت لازم يبقى عندك حلول بدري عشان تقدر تفك التكتل الدفاعي ده. تمام كابتن محسن، بابا فاسيليون المدير الفني للاتحاد قدر ينجح بفكره في الشوط الاول انه عايز يطلع المباراه بالشكل ده؟ شايفين منظومه دفاعيه قويه جدا من الاتحاد السكندري، تقارب الخطوط، مكان ما الكره موجوده بتلاقي حوالي 4-5 لعيبه من الاخضر من الاتحاد موجودين مكان الكوره. الاتحاد مميز في الشوط الاول باللياقه البدنيه العاليه والرقابه الجيده والانقضاض القوي والعودة السريعة، مش بيبالغ في الهجوم، ما كانش له تواجد تقريبا هجومي غير في بعض اللقطات، ولكنه عنده تواجد قوي جدا في نص الملعب، عامل فيه قفل للمساحات أمام لاعبي الأهلي، وفي رقابة من لاعبي الاتحاد على لاعبي الأهلي بداية من نصف الملعب، وبالتالي نادي الأهلي ما عندوش مساحات إن هو يتوغل فيها فردي أو عن طريق الباصات والتمريرات البتوين بين اللاعبة. فلذلك ظهر الاتحاد بشكل متماسك، وعندما يمسك الكرة أو يستولي على الكرة أو يستحوذ على الكرة بتجد أنه عنده ثقة، ما عندوش الرهبة الكبيرة أنه هو بيلعب النادي الأهلي ويقوم يشتت ويطول الكرة، لا بيحاول أنه هو يبني الهجمات بشكل جيد. أعتقد أنه الاتحاد هيستمر على هذا الأسلوب في الشوط الثاني، لكن الأهلي لابد أنه هو يعمل تغيير، التغيير لابد أنه هو يشمل عنصرين، ينصر العنصر الأول خروج السولية ونزول مروان، ده عشان يؤدي الأدوار الدفاعية في نص الملعب. والتغيير الثاني خروج كوكا ونزول أبشة كصانع ألعاب وراجل عنده الفكر العالي اللي يستطيع به قيادة الفريق من نصف الملعب للهجوم، وعنده الحاسة التهديفية موجودة، وبالتالي تعود السيطرة مرة أخرى والثقة إلى اللاعبين ويعود الأهلي إلى مستواه المعهود. كابتن عادل، دكة البدلاء مصطفى شوبير، ياسر ابراهيم، بيرستاو، رضا سليم، مروان عطيه، محمد مجدي، قفشه، عمر الساعي، سمير، محمد كريم الدبيس، ايهم الاقرب للمشاركه في الشوط الثاني؟ يعني انا شايف انه لازم تعتمد على قفشه وعلى رضا سليم وعلى بيرستاو، وكمان ممكن بداية الساعي الشوط التاني. بدايه الشوط الثاني تغير واحد تغير اثنين؟ لا نغير اثنين طبعا، نغير تغير الاثنين. مين دكه البدلاء الاقرب للمشاركه؟ وجهه نظر الاثنين بتوع نص الملعب، سوليا وكوكا يخرجوا، ينزل الساعي ومروان عطيه. الساعي ومروان عطيه مش محمد مجدي قفشه؟ لا، ومجدي قفشه يلعب قدامهم، ده الثالث. مكان مين؟ مجدي قفشه ممكن تحطه مكان امام عاشور برضو. انا ما عنديش الحته بتاعت ان انا ابقي، انا ممكن امام ما غيروش عشان البنالتي اللي ضيع بس، ولكن امام في المباراه الباص عنده مقطوع، الجهد قل شويه، مفيش مانع انه يرتاح اريحه والعب مكانه محمد مجدي قفشه.